هذا واحد واش تتابعوه اولا لا على الاخطاء اللي تصير لذلك هذا جوج واش غادي تتابعوا الاطر المغربيه اللي كانت معاه اللي كانت مسيره اللي سيرت بشكل مباشر واللي تسببت بهذه الازمه هذه ديال سمير هذه ثلاثه و بالنسبه للعمودي العمودي السيد خدام كيبيع في الشركه الام اللي كتملك الشركات اللي كتملك احد الفروع اللي كتملك سمير يعني السيد عنده واحد السلسله كبيره يعني باش قبل ما توصل للعمودي يعني كتمر على واحد المجموعه ديال الشركات ما عرفتش انا واش اخباركم هذا الشيء ولا لا وصيغه المواد ديال اخباركم مزيان لا مازال باقي اشنو يعني شنو الاجراءات اللي غادي تاخذوا في حق هذا السيد هذا الاثيوبي واش غادي تتابعوه امام القضاء واش غادي تحجزوا على الممتلكات ديالو داخل وخارج المغرب باش حيت اموال كبيره اللي مشات يعني ماشي مساله سهله عندي سؤال اخر كيتعلق بالسندات ديال 80 لديب محمد لديب اه حمي الميكرو سي لديب نعم قرب زين الاول جي ان فيك je ne répondrai qu'aux questions de la procédure. J'ai quelques questions que je vais vous donner. اللي كتعتمدوا عليها باش تبيعوا سمير هو الحصه ديال السوق ديالها في المغرب اللي كتقوم اللي قلتوا لنا 68% والارباح اللي كتحقق سنويا حنا عارفين بان سمير ملي مره واحده اللي حققت ارباح قياسيه قربت ال 100 مليون دولار في سنه واحده ومن بعد في السنوات العاديه يعني السنوات العاديه اللي ما كاين لا مشاكل لا والو كتربح 50 مليون دولار يعني وهذاك الشيء قليل يعني حتى عدد السنوات اللي ربحات فيها كانت سنوات قليله بزاف كيفاش غتبيعوا شركه اللي تقريبا بين قوسين ما كتحققش النتائج المرجوه منها عاد كاين مساله ديال المنافسه حاليا المنافسه داخل السوق المغربي من طرف الموزعين المغاربه ومنافسه خارجيه من طرف اللي غافين غير كبار دابا السعوديه كتستثمر ملايير الدولارات باش كتوجد دي غافين غير جداد لان هي اللي بغات تولي الهاب ديال الغافيناج في العالم وفي المنطقه كيفاش ممكن غادي تقنع هاد الناس هادو باش يجيو يستثمروا سؤال اخر كيتعلق بالشركه ديال اللي علمتوا على الاسم ديالها ديال انجل انجلو انرجي هذه الشركه واش بريطانيه ولا بنماميه ولا اماراتيه لذيذ ياك نعم اسمع مساله اخرى وصلت لك اخر سؤال اخر سؤال كيتعلق بمن يملك 67 شكون اللي كيملك 67% ديال الاسهم حاليا وانا نعرف غير الشركه انا دخلت كتمشي تسول لاي ميبسي كتقول لك كورال موروكو هولدينغ ياك ملي كتمشي كتشوف لي فرانشيسمون لي فرانشيسمون دو سي ما كتلقاش هاد السميه هادي في لابوس سي نادين نعم وانا ملي جبت 30 ايطاليه غادرات ملي جبت العدد قول لي كاينه ولا ما كاينه؟ قول لي انت واش تعتقد نقول لك المصدر ديال السي كريم؟ بيان سور ما يخش مون دروان بليز ابسولي بوزي لا بوزي كيستيون انا صاحب الشغل اي قول لي كاين 30 وندخل انا في لا سبيكيلاسيون قول لي سي فيغاسي مع سورس ابخا بليز بون اسيور لو كادا سورس لو كادا سورس بون سوسيتا هذا واحد المجموعة ديال القطور اللي وصلت للرزات ديالها من الطبيعي أنها